الجزائرية كلهم باسمه دولة فلسطين اليوم باسم الكل الفلسطيني محمد قاضي هذه الجمعيات أريد أن ننسى أحدا باسمكم جميعا ممثلي السلك الدولي حجب جيل جديد فليتفضل مشكورا. نحن ننظر الآن إلى اجتماع الجامعة العربية يوم السبت ليس فقط ليصدر بيان تأكيد على مبادرة السلام العربية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في القدس وفي أراضيه، وإنما لاتخاذ خطوات عملية. لم تعد البيانات كافية. نقول آن الأوان لأن يكون هناك فرز إذا احتاج الأمر أو تطلب الأمر لفرز الدول العربية الشعوب العربية التي تقف وراء دعم حقوق الشعب الفلسطيني. يجب أن تتحرك أيضاً إذا أي نظام عربي ممكن أن يتساوق أو يتماهى مع هذا الطرح التآمري ضد الشعب الفلسطيني.